وفد وزارة الصحة الذي ذهب إلى أقليم كردستان إلى سليمانية تحديدا، ما الذي وجد هناك؟ ما هي تقاريره التي وصلتكم أنتم في وزارة الصحة من السليمانية؟ تحية طيبة لكم ولكل المشاهدين الكرام، شكرا لاستضافتكم الكريمة. طبعا أولا هو مرض الكوليرا هو ليس بمرض جديد، يعني هو مرض أو التهاب نعوي تسبب بكتيريا الفيبريو كوليرا بالمصطلح العلمي، هذا هو البكتيريا اللي تسبب للكوليرا. طبعا نتيجة الطعام الملوث، الماء الملوث، الخضروات الملوثة، ايضا العدوى بالنسبه للاشخاص العاملين ممكن حتى بالمطاعم الملتزمين بالشروط الصحيه. طبعا عاده فتره الحضانه فتره واحدين 7 إلى 14 يوما. اغلب الاعراض هي طبعا حمى، اسهال، تقيؤ، وطبعا السبب الرئيسي للوفاه ممكن يؤدي لنتيجه فقدان سوائل الجسم. طبعا هذا اذا في حال كان التشخيص مبكر ب يعني فور ظهور الأعراض ومراجعة المصابين للمؤسسات الصحية، هذا رح يزيد لي من نسب الشفاء. أما إذا تأخر المصاب ذهاب إلى المؤسسات الصحية وتقدم الحالة عنده أو الوصول إلى مراحل متأخرة من المرض، هذا بالتأكيد رح يؤدي للمضاعفات ومنه إلى الوفاة. طبعا بالنسبة احنا نشدد طبعا على غسل اليدين قبل تناول الطعام، غسل الخضروات، طهي الطعام بشكل جيد، وايضا شراء الاطعمه من مصادر موثوقه. سيد ربا، انا سالتك عن موضوع السليمانيه لو سمحت، يعني سوف ناتي تباعا على هذه الاعراض والتفاصيل. سالتك على موضوع السليمانيه، الوفد الذي ذهب من وزاره الصحه الى السليمانيه، ما الذي وجده هناك؟ ما هي المعلومات المتوفره لدى هذا الوفد؟ نعم، يعني كمؤسسات صحية بالتأكيد هي قادرة على التعامل مع هذه الحالات، أيضا توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية اللازمة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة طبعا بالنسبة للحالات المؤكدة وأيضا المشتبه بإصابتها. وإحنا عندنا خطة يعني وطنية هذه سنويا تكون للسيطرة على بالنسبة للإسهال الوبائي، وهذه متبعة تنفذ هذه الخطة أيضا إرسال فرق مختصة طبعا لجميع المحافظات من دوائر الصحة العامة وأيضا المركز الوطني للوقاية والسيطرة على الأمراض الانتقالية، هذا بالتعاون مع أقسام الصحة العامة في وزارة الصحة ونظيرها في أقليم كردستان. طبعا هاي لمتابعة الحالات المؤكدة وأيضا المشتبه بها بإصابتها، وطبعا بمتابعة مباشرة طبعا هذا بالتأكيد للحد من أعداد الإصابات. وايضا احنا طبعا اكيد الجهات المعنيه الاخرى بهذا الموضوع حتى نقلل من اعداد الاصابات ونسيطر على المرض. طيب سيده ربا، بعد الترحيب بك ثانيه، يعني كيف هي ايضا الطاقه الاستيعابيه والامكانيات لدى دائره صحه السليمانيه؟ هل هناك بالفعل كما يقال نقص ربما في الادويه والاكسجين للمصابين بالكوليرا؟ طبعا هذه بالنسبة احنا كمستلزمات طبية ومختبرية هي متوفرة، كمؤسسات صحية هي جاهزة للتعامل مع هذه الحالات، وايضا ظهرت قبل سنوات ايضا الكوليرا وتم معالجتها وتشخيصها. لكن ايضا احنا يعني نشدد انه ليس فقط على الإصابة بهذا المرض، ايضا طرق الوقاية المهمة جدا حتى نسيطر على هذا الوباء ونقلل من احتمالية زيادة اعداد الإصابات في المستقبل لا قدر الله. ايضا كذلك نشدد على أهمية تعقيم المياه الشرب اللي في حال انه كان المياه غير معقمة، هذه لابد انه يتم غليها وتبريدها قبل شربها حتى تكون صالحة للاستخدام وأيضا للشرب. وطبعا أيضا هناك حبوب تعقيم المياه، هذا حسب التعليمات الخاصة بها يتم استعمالها. احنا اللي يهمنا أيضا الفرق التثقيفية متواجدة تقوم بتثقيف المواطنين.